بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف. الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير غير محمد صلى الله عليه واله وهو مع الأئمة يسددهم وليس كل ما طلب وجد. ذكرنا ان للروح معاني متعدده فهو يطلق على الروح التي بها حياه الاجسام الماديه. الميت لا روح له والحي له روح هذا احد المعاني. ويطلق على الدين وعلى القران لان فيهما الحياه المعنويه ويطلق على جبرائيل عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ويطلق ايضا على مخلوق أعظم من الملائكة كما قال سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والروح الذي هو ملك أعظم من الملائكة هذا نوع يعني كل له أفراد مثل الإنسان الذي هو كل له أفراد كثيرون الروح الذي هو مخلوق اعظم من الملائكه كلي له افراد بعض افراده كانوا مع الانبياء السابقين بعض افراده خاص بكل معصوم وامام وبعضهم يتنقل من النبي صلى الله عليه واله الى الائمه عليهم الصلاه والسلام وهذا قد مر تفصيله فيما مضى في هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يبين مصداقا من مصادق الروح في هذه الآية الشريفة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أحد مصادق هذا الروح هو خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد صلى الله عليه واله، وهو مع الأئمة يسددهم، يعني هذا المصداق فرد من أفراد الروح الذي هو خلق أعظم من الملائكة. بعض أفراده كانوا مع الأنبياء السابقين يسددونهم وانتقلوا إلى النبي والأئمة، لكن هناك روح خاص برسول الله محمد وبالأئمة عليهم الصلاة والسلام إضافة إلى الروح الذي كان يتنقل ذكرنا في الحلقة الماضية أن الروح يذكر ويؤنث وإنما نذكرها هنا لأن في الروايات جاء مذكرا بتفصيل في الحلقة الماضية بيناه الله سبحانه وتعالى الروح الذي كان مع الأنبياء السابقين يتنقل من نبي إلى نبي، ذلك الروح مع محمد صلى الله عليه وآله، ومن بعد محمد صلى الله عليه وآله، انتقل إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لكن إضافة إلى ذلك، الله سبحانه وتعالى أرسل روحا خاصا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ومن بعده نفس ذلك الروح يتنقل إلى الأئمة. وأيضا روح ثالث هو خاص بكل إمام وخاص برسول الله صلى الله عليه واله، يعني لكل واحد منهم روح خاص بهم لا يتنقل إلى غيرهم. فحاصل ما يستفاد من مجموع الأحاديث أن مع رسول الله صلى الله عليه واله ثلاثة أرواح. هذا الخلق الذي هو اعظم من الملائكه، الروح كان مع الانبياء السابقين، وتنقل من نبي الى نبي الى ان وصل الى محمد صلى الله عليه واله ومن رسول الله محمد الى الائمه، وروح خاص برسول الله والائمه يعني الله سبحانه وتعالى لم يرسله لسائر الانبياء، وانما انزله على رسول الله محمد ومن رسول الله محمد انتقل الى الائمه. وروح خاص بالرسول لا ينتقل عنه الى غيره، روح خاصه بامير خاص بامير المؤمنين، وروح خاص بالحسن، وروح خاص بالحسين الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلكل واحد منهم من هذا الخلق الذي هو اعظم من الملائكه ثلاثه ارواح، الله سبحانه وتعالى يسدد عبر هذه الارواح الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. طبعا السائل كان عنده تصور آخر، وكان يحب أن يكون الجواب حسب تصوره. أحيانا واحد يجي يسأل سؤال شرعي، أو سؤال يرتبط بالعقائد أو بالتاريخ أو بأي شيء آخر، لكن هو يرغب في نوعية خاصة من الجواب. فأحيانا الجواب يكون متطابقا مع ما يرغب. واحيانا لا يكون الجواب متطابقا مع ما يرغب، ويبدو ان ابا بصير في هذا الحديث كان يرغب في اجابه اخرى، لذلك الامام يقول: وليس كل ما طلب وجد. وفي حديث اخر في بصائر الدرجات او في تفسير العياشي: وليس كما ظننت. أنت تظن شيء ليس ظنك صحيحا، هذا الشيء اللي كنت تريده أن أجيبك به ليس بصحيح، وإنما الجواب الصحيح لم يكن مع أحد ممن من مضى غير محمد صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة يسددهم. زين، هذا الحديث الرابع. وأما الحديث الخامس عن أبي حمزة الثمالي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلم. أبو حمزة الثمالي الثمالي في شبابه التقى بالإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وعمر طويلا ما يقارب المائة عام فلذلك التقى بالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وبالإمام الصادق وبالإمام الكاظم وتوفي في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يرويه عن الامام الصادق: سالت ابا عبد الله عن العلم، اهو علم يتعلمه العالم من افواه الرجال، ام في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ قال: الامر اعظم من ذلك واوجب، اما سمعت قول الله عز وجل: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ثم قال اي شيء يقول اصحابكم في هذه الايه ايقرون انه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الايمان فقلت لا ادري جعلت فداك ما يقولون فقال لي بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الايمان حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب فلما اوحاها اليه علم بها العلم والفهم، وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء فإذا اعطاها عبدا علمه الفهم. حاصل هذا الحديث الشريف ان ابا حمزه الثمالي يسال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: العلم الذي لكم هل تعلمتموه من اساتذه كسائر الناس الآن شوف العلماء الموجودين هؤلاء العلماء كيف صاروا علماء؟ الإنسان يخرج من بطن أمه جاهلاً والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الإنسان يسمع يرى يفهم بالتدريج يصبح عالماً إذا لا ما من عالم إلا وهو درس عند أساتذة إذا تشوف عالم نحرير تسأل من أساتذته وكذلك وسيلة أخرى للعلم القراءة العلماء يطالعون أيضا يدرسون عند الأساتذة ويطالعون وهذه طريقة جميع العلماء في أي علم من العلوم فأبو حمزة يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنت علمكم من أين هل درستموه عند الأساتذة أو قرأتم الكتب التي ألفها العلماء ولذلك لكم هذا العلم الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الأمر أعظم من ذلك وأوجب العلم الذي يتلقاه الإنسان عن طريق الأساتذة يحتمل فيه الخطأ الأساتذة ليسوا معصومين هذا أولا التلاميذ أيضا ليسوا معصومين فيمكن الأستاذ يخطئ ويمكن التل... التلميذ يفهم خطأ كلام الأستاذ الأستاذ مقصوده شيء والتلميذ يفهم شيئا آخر إحنا الآن عندنا بعض كتب العلماء تلامذتهم اختلفوا في معنى كلامهم طبعا الكتاب موجود والتأليف موجود شنو مقصودة في من هذه الكلمة صار فيها خلاف العلم الذي يتلقاه الإنسان من أساتذته يحتمل فيه الخطأ هذا أولا ثانيا يحتمل فيه النسيان هسه احنا قد درسنا بالمدارس الحكومية ودرسنا عند الأساتذة كم بالمئة مما تعلمناه منهم علق في أذهاننا القليل عشرة بالمية خمسة بالمية والأكثر الإنسان ينساه هذا طبيعي وكذلك العلم الذي في الكتب ما دام المؤلف غير معصوم قد يخطئ لذا القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه لماذا؟ لانه وحي الله سبحانه وتعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. زين. الإمام عليه السلام يقول: العلم الذي لرسول الله صلى الله عليه واله. والعلم الذي هو للأئمة. هذا العلم ليس تعلم من اساتذه ولا قراءه في كتب كتبها الناس وانما هو علم من الله سبحانه وتعالى تارة بالوحي مباشرة وتارة بطريق غير مباشر يعني الله سبحانه وتعالى يوحي الى رسول الله مباشرة او يلهم الائمه عليهم الصلاه والسلام مباشرة تارة عن طريق ملك يرسل جبرائيل عليه السلام فيوحي باذنه ما يشاء او يرسل ملكا فيحدث الائمه عليهم الصلاه والسلام هذا طريق وقد الامام عليه الصلاه والسلام يكتب ذلك الوحي او ذلك التحديث مثل كتاب علي ومصحف فاطمة كتاب علي شنو هو؟ العلوم التي علمها رسول الله لأمير المؤمنين علي عليه السلام كتبها وهذا الكتاب كان بيد الأئمة لا خطأ فيه لماذا؟ لأنه إملاء من رسول الله ورسول الله تلقاه من الوحي إنه إلا وحي يوحى وأمير المؤمنين أيضا معصوم في كتابته لم يخطئ الكتاب محفوظ عند الائمه عليهم الصلاه والسلام، وكذلك مصحف فاطمه كان الملك يأتي فيحدث فاطمه كما كانت الملائكه تحدث مريم عليها السلام، واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وامير المؤمنين كان يكتب ما يحدثه الملك، فصار مصحف فاطمه المصحف من الصحف صحيفه ورقه كتاب علي فيه احكام الشريعه كلها ومصحف فاطمه فيه اخبار المستقبل الذي حدث بها الملك هذا العلم لا خطا فيه لانه مصدر من الله سبحانه وتعالى عن طريق المعصومين يعني جبرائيل معصوم الملك الذي يحدث معصوم رسول الله صلى الله عليه واله حينما يبين معصوم امير المؤمنين حينما يتلقى معصوم وهكذا سائر الائمه فهذا لا خطا فيه هذا اولا ثانيا لا نسيان فيه لان الله سبحانه وتعالى يعلمهم علما لا ينسونه والايه الشريفه تقول سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله الله يقول سنقرئك فلا تنسى. الى الابد انت ما تنسى، وقوله الا ما شاء الله ليس بمعنى ان رسول الله نسي بالفعل كما يقوله البعض، لا هذا خطا. هذا الا ما شاء الله هذا بيان لعدم خروجه عن قدره الله سبحانه وتعالى. يعني احيانا مثل اليهود واحد يتصور ان الله خلق العالم بعد ذلك ما يقدر يغير والعياذ بالله. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يزعمون ان الله سبحانه وتعالى لا يتمكن من التغيير فيما قضاه سابقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن نحن ماذا نقول نقول إن الله سبحانه وتعالى كل الأمور بيده الحكمة اقتضت أن لا يغير مو أنه لا يتمكن من التغيير لا يتمكن لكن الحكمة تقتضي بعدم التغيير الله حينما علم الرسول فالرسول لا ينسى هذا لا يخرجه عن قدرة الله بحيث أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن ينسى ينسى مثل ذيش الآية اللي تقول بالنسبة إلى أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لماذا يقول إلا ما شاء ربك؟ أهل الجنة خالدون في الجنة لا يخرجون عن الجنة، لماذا يقول إلا ما شاء ربك؟ يقول ذلك لاجل انه لا يتوهم احد انه اذا دخلوا في الجنه خلص بعد الله لا يستطيع من فعل شيء والعياذ بالله كلا صحيح الحكمه تقتضي ان يخلدوا في الجنه لكن تحت رعايه الله وتدبير الله تحت مشيئه الله اذا كان يريد ان يشاء باخراجهم من الجنه يستطيع لكنه لا يفعل ذلك لحكمته لا لعجزه والعياذ بالله. فإذا الفرق الآخر بين العلم الذي يتلقاه الإنسان من أفواه الرجال ومن بطون الكتب أنه ينسى لكن العلم الذي يتلقاه الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام عن طريق التحديث الواحي هذا علمٌ لا ينسى، لذا الإمام عليه الصلاة والسلام حينما يسأله أبو حمزة عن العلم أهو علم يتعلمه العالم يعني الإمام والرسول من أفواه الرجال أو من الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب أوجب يعني أثبت، لأن الوجوب بمعنى الثبوت كما قال سبحانه وتعالى حول الابل المنحوره فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني شنو؟ يعني اذا ثبتت جنوبها بعد ما بها اضطراب بعد نحرها. فأصل الوجوب بمعنى الثبوت. حتى الواجب مقابل الحرام يقال له واجب لانه ثابت في الذمه. الأمر أعظم من ذلك وأوجب. أما سمعت قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ذكرنا في الحديث الاول من احاديث هذا الباب ان رسول الله صلى الله عليه واله والانبياء والائمه وسائر الخلق ليس لهم شيء من انفسهم. كل ما عندهم انما هو من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمه فمن الله. اصل وجودهم من الله. علمهم من الله. اصطفاؤهم من الله، عصمتهم من الله سائر صفاتهم من الله. كل ما لهم فانما هو من الله سبحانه وتعالى. واحد لا يتصور ان الرسول والعياذ بالله شريك لله، كلا. الرسول عبد مخلوق لله. لا نقول فيه كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام وحتى عيسى لم يقل لهم ذلك لذا اول كلام نطقه وهو في المهد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وفي يوم القيامه عيسى يقول ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم اذن حينما نقول ان الله اوجد محمدا خلقه نقول علمه ايضا وهذه الايه تدل على ان الرسول حينما خلق لم يكن يعلم ثم الله سبحانه وتعالى علمه ذكرنا سابقا الاحاديث التي تقول ان الله سبحانه وتعالى من نور عظمته خلق ارواح محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام ثم علمها ثم خلق اجسادهم من اعلى عليين ركب الروح مع الجسد وانزله الى الارض رحمه بالعباد زين الناس شنو يقولون ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان بعض العامه يقولون يعني في هذه الدنيا الرسول قبل ان يبعث ما كان يعلم شيئا وهذا كلام مو صحيح الرسول حينما ولد في هذه الدنيا ولد نبيا وهو يعلم وإنما هذا يرتبط بمرحلة سابقة بعد خلقه علمه أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية أيقرون أي أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان قلت لا أدري جعلت في ذاك ما يقولون قال لي بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب. طبعا هذا الامام ما يبين انه هذا حدث في هذا هذه الدنيا. لا هذا يرتبط بالعوالم السابقه. كان نورا روحا نورا فالله سبحانه وتعالى ارسل اليه الروح وعلمه. حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب فلما اوحاها اليه يعني فلما بعثها اليه فاوحت ما اراد الله سبحانه وتعالى علم بها العلم والفاهم الرسول صلى الله عليه واله الله خلقه ثم علمه وهي الروح التي يعطيها الله من شاء يعني هذه ليست خاصة برسول الله من بعد الرسول تنتقل إلى غيره. التي يعطيها الله تعالى من شاء فإذا أعطاها عبدا علمه الفهم فما يحتاج لا إلى مدرس ولا إلى كتاب يقرأ هذا العلم اللدني الذي الله سبحانه وتعالى علم من اصطفاه من عباده. الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب سعيد أو سعد الإسكاف قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن الروح أليس هو جبرائيل لأن من معاني الروح جبرائيل الذي جاء إلى مريم كان جبرائيل والله سبحانه وتعالى يعبر عنه بالروح فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إذا معنا هذا لا ينافي وجود معاني أخرى أليس هو جبرائيل فقال له امير المؤمنين جبرائيل من الملائكه والروح غير الملائكه غير جبرائيل الروح ليس جبرائيل بهذا المعنى الروح في هذه الايات يراد به خلق غير جبرائيل فكرر ذلك على الرجل الرجل استنكر كلام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وهذا من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. أخو الرسول وباب علم مدينة الرسول أنزله الدهر بحيث أن بعض الناس الجهلة كانوا يستنكرون عليه علمه. فقال له: لقد قلت عظيما من القول، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. فقال له أمير المؤمنين: إنك ضال تروي عن أهل الضلال. أنت مخدوع ضال شنو السبب في ضلالك في ضلالك أنك أخذت من أهل الضلال أكو ناس بدل ما يروح إلى العين الصافية إلى المنبع الصافي يذهب يمنة ويسرة فيتعلم مجموعة أباطيل يزعمها أنها العلم ثم يأتي إلى حجة الله إلى بابه مدينة علم الرسول صلى الله عليه واله ويستنكر عليه علمه، واحنا بعض الاحيان نشوف هذا الشيء، اكو بعض الجهلة يتعلم من بعض أهل الضلال كلمة ثم يذهب إلى العلماء الربانيين ويستنكر عليهم علمهم الذي هو مقتبس من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه واله. قال انك ضال تروي عن اهل الضلال يقول الله تعالى لنبيه اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح هاي الباء شنو معناها معناها المصاحبه ينزل الملائكه مع الروح فاذا الروح غير الملائكه والروح غير الملائكه صلوات الله عليهم هذه الآية كان المشركون يستعجلون عذابهم يقولون إن محمد لا يتمكن من أن ينزل علينا العذاب وحتى إذا أنزل العذاب عندنا أصنام حسب زعمهم يدفعون ذلك العذاب الله سبحانه وتعالى لا يستعجل لاستعجال خلقه أنت الآن أول الصبح قل آني أريد الآن يصير ليل يصير لي لا لأن الحق لا يتبع أهواء الناس ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى بحكمته يعمل هسه الناس استعجلوا وما استعجلوا الله سبحانه وتعالى ليس تابعا لهم زين يقولون جيب العذاب الله سبحانه وتعالى يقول أتى أمر الله بعذابكم بالآخرة بنار جهنم هذا أتى فعل الماضي لكن لأنه متحقق الوقوع لأنه متحقق الوقوع لذلك استعمل بصيغة الماضي مثل ونفخ في الصور مع أنه سينفخ لكن هو أمر لأنه متحقق فكأنه تحقق في الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوه لأنه لاحق بكم لا مرد لكم منه سبحانه وتعالى عما يشركون يزعمون أن شركاء الشركاء يدفعون ذلك العذاب منهم عنهم ينزل الملائكة بالروح هؤلاء الملائكة ينزلون مع الروح في الدنيا وفي الآخرة بتفصيل مذكور في القرآن الكريم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين